حياكم الله مشاهدينا الكرام في نصف الساعة إخبارية، والبداية مع تطورات فيروس كورونا، حيث أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، 2 منها في عدن والثالثة في محافظة تعز. وقالت اللجنة في بيان على حسابها الرسمي في تويتر أن حالة الإصابة المسجلة هي لمخالطين بالإصابات السابقة في المحافظتين. ويرفع هذا العدد من الإصابات المسجلة الجديدة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في اليمن إلى 10 حالات. ذكرت اللجنة أن الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية، وقامت فرق الرصد بحصر المخالطين وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم. بعد الإعلان عن تسجيل إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في تعز، تتزايد المخاوف وسط الأهالي من الإصابة في ظل تداول الشائعات والأخبار غير الصحيحة المتعلقة بمستجدات الوضع الصحي في مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من طمأنتهم. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ولمعرفة حقيقة التطورات في محافظة تعز سينضم معنا عبر الهاتف مراسلنا أيمن قائد. أهلا بك أيمن، وما هي آخر تطورات الوضع الصحي في تعز إذن؟ نعم حمير، إذن وقبل 3 أيام ونحن نتحدث عن مخاوف وصول كورونا إلى تعز بعد أن تم تسجيل 5 حالات إصابة في عدن وإعلان حالتي وفاة منها. إذن بعدها بيوم أو يومين تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا مؤكدة في محافظة تعز، وأعلنت لجنة الطوارئ عنها في حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، و بعد أن تم حصر المخالطين وإجراء الفحوصات لهم، تم يوم أمس إعلان تأكيد حالة من المخالطين إصابة مؤكدة بالفيروس، وتم الإعلان عنها يوم أمس من قبل لجنة الطوارئ في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما نتائج بقية المخالطين ظهرت سلبية. إذن حمير، وبعد أن تم أو تم تسجيل حالتي إصابة مؤكدة في تعز بفيروس كورونا، يبدو الوضع الصحي في يعني أقوى مرحلة تشكل خطورة للمحافظة، خاصة في ظل المخاوف التي تتزايد لدى المواطنين من زيادة أعداد الإصابات وزيادة نسبة انتشار وتفشي الفيروس بين أوساط المواطنين. في المقابل نجد ما تقوم به السلطة المحلية من إجراءات حقيقة حتى الآن لم تنفذ أي منها. نجد توجيهات الأخ محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان والتي تقضي بإغلاق منافذ المدينة ومنع تدفق المواطنين إليها عدا السماح بدخول المواد الغذائية والتموينية، وأيضا قرار إيقاف أو إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجمعة والجماعة فيها وإغلاق كافة أسواق المدينة. كل هذه قرارات لم نجد لها أي أثر على الواقع حتى الآن. الشوارع مليئة بالسكان، وحدثكم الآن وأنا بالقرب من شارع جمال، وهو الشارع الذي يبدو أكثر اكتظاظا في هذه الساعات، والأسواق لا تزال مكتظة كما هي. مساجد المدينة مفتوحة والمواطنون يتدفقون إليها بكثافة عالية، منافذ المدينة ما زالت مفتوحة وتدفق المواطنين إلى المدينة ما زال مستمرا حتى اللحظة. الإجراءات الصحية لا تبدو عند المستوى المطلوب، لا يوجد أي حراك حقيقي، خاصة في ظل يعني تزايد المخاوف من انتشار الفيروس. الإجراءات الوقائية لم يقم المواطنون باتخاذها وأخذ الموضوع بجدية. طبعا هناك لدى المواطنين حالة تكذيب وإنكار للحالتين التي تم تسجيلها من قبل لجنة الطوارئ في المحافظة، بينما يؤكد الأخ الدكتور منصور أحمد منصور وهو مدير المختبر المركزي بالمحافظة وأيضا الناطق الرسمي باسم لجنة الطوارئ بالمحافظة، يؤكد تأكيد تام على أن الحالة التي تم الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا في محافظة تعز هي إصابات مؤكدة، وينبغي على المواطنين عدم إنكارها، وكما يجب عليهم أن
يقوموا بالاحتراز وأخذ الموضوع بجدية تامة طالما وأن الفيروس بدأ ظهوره في نعم محافظة سعيد، نعم يعني. وذلك بإعلان تسجيل حالتين بإصابة مؤكدة. نعم، هذا هو الجديد الذي وصلنا، ولكن عموما أيمن ابقى معنا، سنذهب نحن وأنتم لمتابعة هذا التقرير من تعز، ثم نعود لاستكمال بقية المحاور في هذا الخبر. متنقلا بين مواقع التواصل الاجتماعي وهو ناشط فيها، يجد المعتصم الجلال أن محتواه المتعلق بفيروس كورونا في اليمن عامة وتعز على وجه الخصوص باتت نسبة كبيرة منه تمثل شائعات ورسائل تخويفية تبعث الهلع في نفوس المواطنين، بدلا من تهدئتهم ودعوتهم لاتباع الإجراءات الوقائية، خاصة بعد الإعلان عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس في المدينة. تجد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام تعج بأخبار كورونا ودون الرجوع إلى مصادرها الرسمية. الناس في الشارع قلقين جدا من انتشار فيروس كورونا، وينبغي على الكل أن يساعدهم لا أن يقوم بنشر هذه الشائعات التي قد يعني تربك المجتمع وتنزلق به إلى أتون يعني مسارات أخرى. الاستسلام للهلع النفسي والخوف من الإصابة بكورونا أمور لا ينصح بها الأطباء، كونها لا تشكل إلا ضررا بالنسبة لصاحبها، فالتزام الوقاية واتباع سبلها كفيل بأن يبعد عنك القلق والتوتر ويقلل بلا شك من احتمالية إصابتك بالفيروس. طالما اتخذت الإجراءات الاحترازية، طالما وأنا لبست الكمامات وعملت الجوانتيات ولم أشارك في أماكن الزحمة، فما داعي للهلع؟ ما داعي للخوف؟ إذا كان هناك داعي للخوف، هل نحن الطاقم الطبي إداريين وفنيين وأطباء نتعامل مع الحالات؟ لا داعي للخوف ولا داعي للهلع، خذ بالإجراءات الاحترازية ولا تخاف. كلما زادت مخاوف تفشي وانتشار الفيروس في تعز، تعاظم دور الأخذ بالاحتياطات اللازمة والإجراءات الوقائية للحد من ذلك. ها قد صار واقعا الأمر الذي استبعده كثيرون، وصل كورونا إلى تعز، وفي ظل الإمكانات الشحيحة للقطاع الصحي في المدينة تبرز الوقاية كسياج هام وأولي تقع على عاتق كل مواطن، فإما تهاون يعرضه للخطر أو احتراز يبعده عنه. أيمن قائد، يمن شباب، تعز. إذا المشاهدين، ما زال معنا أيمن قائد أيضا مراسلنا من تعز عبر الهاتف. أيمن، حاب أسألك، ما هو الجديد من يعني في الإجراءات السلطة المحلية؟ هل قامت اتخذت أي إجراءات صارمة؟ ما هو القادم؟ هل ستشكل لجان مثلا لتحديد ما هي الإجراءات التي سيقومون بها خلال الفترة القادمة؟ حقيقة لا يوجد أي جديد حتى الآن. كما تحدثت وذكرت سابقا، إجراءات والقرارات التي قضت بإغلاق المنافذ لم تنفذ بعد، بينما هناك فرق رش في المنفذ الغربي للمدينة تقوم برش طفيف وتعقيم طفيف للسيارات التي تتدفق إلى المدينة، لكن يرى الأطباء أن هذا الأمر لا يكفي حقيقة، وأن المطلوب فعلا هو إعلان حالة طوارئ في المدينة وإغلاق المنافذ إغلاقا فعليا ومنع التدفق منها وإليها. على الصعيد أو يعني على الصعيد الصحي، نلاحظ تزايد شكاوي الأطباء حمير من عدم توفر وسائل الحماية حتى لهؤلاء الأطباء، وبالتالي هم يشكلون خط الدفاع الأول نظرا لتعاملهم المباشر مع حالات الإصابة. نلاحظ يوم بعد يوم والأطباء تتزايد شكواهم من جراء عدم توفر المستلزمات الصحية وعدم توفيرها من قبل السلطات المحلية ولجنة الطوارئ في المحافظة ومكتب الصحة. هناك قصور في المستشفيات الآن، خاصة وبعد أن استنفذت خلال الفترات الماضية كمية كبيرة من الأدوية وأيضا من المعقمات وأيضا من الأدوات البسيطة للسلامة مثل الكمامات. أيضا اليوم مستشفيات المدينة تناشد السلطات وتناشد الجهات المختصة بإنقاذ المدينة وتوفير الاحتياجات
اللازمة من قبل الجهات الرسمية لهذه المستشفيات وللكادر نعم. الصحي الذي يشكو في ذات الوقت العجز أيضا وقلة الخبرة. نعم أيمن، إذن هذه تفاصيل كثيرة، نتمنى أن تكون هناك أخبار إيجابية خلال الساعات القادمة. سنبقى على تواصل معك أيمن قائد مراسلنا من تعز، شكرا جزيلا لك. أوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري، أوضح أن السلطات شرعت في تطبيق إجراءات قبيل إغلاق المنافذ تتمثل في رصد الداخلين إلى المحافظة من المدخل الغربي مع القيام بإجراء الفحص الإكلينيكي لهم. وزار الجريري الذي يشغل منصب وكيل وزارة الصحة والسكان مساء السبت نقطة معسكر الحمراء المدخل الغربي للمحافظة، واطلع على سير الإجراءات الاحترازية لمجابهة وباء كورونا، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة بكورونا في عدن. ونتحول إلى مأرب، إذ أعلنت السلطات في المحافظة أنها بصدد استكمال مراكز الحجر الصحي، في حين تقوم نقاط طبية على منافذ الدخول إلى المحافظة في فحص الوافدين. وقال رئيس اللجنة الفنية لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان عبد العزيز الشدادي أن السلطات شكلت 94 فريق استجابة سريعة في جميع مديريات المحافظة ضمن تدابير الحماية من الوباء. وإلى عدن، حيث ارتفع عدد الوفيات في العاصمة المؤقتة عدن إلى 25 حالة خلال 3 أيام بعد تسجيل 19 حالة وفاة يوم الجمعة. وقالت مصادر طبية إن 19 شخصا كانوا يعانون من ضيق في التنفس والتهابات شديدة في المفاصل، ويتوزعون على مديريات التواهي وخور مكسر والمعلى وكريتر، وتوفوا في منازلهم بعد أن فشلت محاولة إسعافهم إلى مستشفيات حكومية وخاصة، بينما أغلقت مستشفيات أخرى أبوابها منذ يومين بحسب موقع المصدر أونلاين. ورجحت المصادر الطبية أن تكون الوفيات ناتجة عن انتشار الحميات ومرض المكرفس إثر استمرار ركود مياه الأمطار، مضيفة أن هذه الوفيات لا تشمل الحالات التي أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا عن إصابتها. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع سينضم معنا عبر الهاتف من عدن الدكتور مروان الشرجبي، مدير التموين الطبي في مركز العزل الصحي بمديرية البريقة. أهلا وسهلا فيك دكتور، وبداية ما هو الوضع الصحي حتى الآن في عدن؟ أولا شكرا لاستضافتي في مداخلتكم. طبعا الوضع الصحي لا يخفي على أحد، الوضع الصحي طبعا لا يخفي على احد، هو حال عدن وانتشار المياه الامطار الراكده هذه من الراكده، نعم، وتدني الخدمه الصحيه في جميع المرافق واغلاق جميع المستشفيات غير المستشفيات الخاصه وكثير من المستشفيات الحكوميه تم اغلاقت ابوابها، وبالتالي هذا اثر على الوضع الصحي وفعل وعمل لنا ارتباك كبير جدا في المركز الرئيسي العزل الوبائي. هل تعلم ان بعض المستشفيات تقوم بتحويل جميع الحالات حتى حالات الزكام وحالات الباطنيه البسيطه تحول الى 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 مركز العزل لعدم استقبالها، وبالتالي هذا شكل ضغط كبير على المركز وعلى الطاقم وعلى الامكانيات اللي في الحقيقه هي محدوده. وطبعا هو مركز العزل الوبائي في البريقه يعتبر هي القلعه الاخيره، هي اخر الحصول المدافعه عن عدن وعن نعم. وعن جميع المناطق المحرره. ممكن ان يستقبل المركز حقنا حاليا يستقبل جميع الحالات، معناته لا نرجع اي حاله، اي حاله توصل الينا نقوم في مقسم على مركزين، المركز الرئيسي للعزل وفي المركز الفرد اللي هو كوميتي هول، نقوم اولا نستقبل المريض في الكوميتي هول في المركز الفرد وتحديد هل حالته تستدعي التمديد او حاله حرجه، اذا كانت حالته حرجه يتم تحويله الى مركز العزل. نعم، طيب دكتور مروان، هناك الكثير من المعلومات تشير الى ان عدد الوفيات خلال الايام القليله الماضيه البعض يعزوها لمرض المكرفس والبعض او اخرون يعتبرونها اصابات بمرض الكورونا، ما حقيقه ذلك؟ يا اخي كان الان نحن مثل الذي يمشي بالظلام، نحن مثل الذي يمشي بالظلام. المشكله هي الان الترصد الوبائي عندما تستدعي يقول لك انا لا توجد لدي مسحات للفحوصات، وهذه كارثه. عاد هناك اي حاله وفيات مثلا تم حدوث وفيات يجب لها عمل فحص مثلا للتاكد ان هذا كان مصاب
بالكورونا او اذا لم يموت مثلا حدثا في لحظه العلاج يجب ان تكون التوصل الوبائي يكون موجود لعمل مسحه، لكن غياب المسحات وغياب دور التوصل الوبائي هو الذي فاقم الامور. نحن عندنا عمل مثل العمل الذي يمشي بالظلام، لا نحن نقوم بمعالجه ونعامله كما قال الدكتور ناصر بن عمر نعامل اي حاله كانها حاله مؤكده، نعمل الاحتياطات الواجبه مع من الحمايه الشخصيه للطاقم ونتعامل مع المريض ونعطي العلاجات اللازمه والفيزو طبقا للبروتوكولات المعموله، لكن ضعف الترصد الوبائي، ضعف غياب المسحات، هذا زي ما قلت لك نمشي في الظلام، لا نعرف هل الحالات هذه هي حالات هي كورونا مؤكده او هي حالات مثلا مكرفصه وامراض حميه اخرى. نعم عادي او تعتبر حالات حالة الملاريا الأفريقية أو هي حالة الضنك، نحن نستقبل جميع الحالات، هي أبحاث صدرية، نحن نعالج جميع الحالات حاليا في المركز وهذا خطأ. نرجو من جميع المستشفيات التعاون معنا باستقبال الحالات اللي الميديكال، الحالات الباطنية البسيطة، عادة زكام، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تمديد وهي اشتباه بالكورونا، لكن لا يجب أن تحويل جميع الحالات. نعم، طيب دكتور مروان، بالحديث عن مخالفات السيول أو مخلفات عفوا السيول والأمطار وتشكيلها كبؤر لانتشار الأوبئة، هل تحركت السلطات لإزالة تلك البؤر وما خطورتها من واقع ما يصل إلى المستشفيات في مدينة عدن؟ يعني كما قلت واقع ما يحدث في المستشفيات، الوضع كارثي، جميع الحالات انتشار بشكل فظيع جدا، هذه البلاك والمستنقعات المياه الراكدة، الآن الواجب أن تقام أن ترش، هناك مبادرات وهناك حاولت شفط المياه ولكنها غير كافية، يجب أن يقوم أن يتكاتف الجميع، أولا الوقاية خير من العلاج، أول حاجة ردم هذه المستنقعات شفط المياه، لأن حالات الشيكونغوليا هذه المكرفس وحالات الضنك والملاريا الأفريقية شديدة جدا، أنا أعرف حالة في صديق أعرفه مصاب بالملاريا الأفريقية، هذه الحرارة لا تنزل منه في طرف من الشمال، حالة خطيرة جدا ممكن هذه تؤدي للموت في دول افريقيا، هذه الحالات مع في تشاد اخر دراسة نص مليون يموتون في تشاد من الملاريا، ما بالك في اليمن ونضعف المياه الراكدة تشفط حتى الان، لكن نعم. انا ابشرك بشيء حدث قبل شويعات، وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم أصدر قرار وزاري بتشكيل مستشفى العمل بسعة 100 سرير. جميل. واعتماد ميزانية تشغيلية للمستشفى، وهذا قرار جبار نشكر الوزير عليه، وهذا بيريح كثيرنا ويرعى الكثير وبيعطي الدعم اللازم ونزيد تشكيلة لاستقبال كثير من الحالات وتغطية عدن وما جاورها. ومن هنا وجهت تحيه للدكتور ناصر باعوم لهذا القرار، ونشكر جميع التعاون معنا في الايام السابقه ووقف لحد الان من جميع السلطات ومن جميع الافراد وتكاتف الجميع وجميع الفئات السياسيه، اجتماعات من اجل عدن ووضعوا جميع الخلافات السياسيه خلف ظهورهم. فعلا دكتور الوضع يحتاج الى تكاتف الجميع، خصوصا ابناء الحارات وايضا شرائح المجتمع العاديه. فالدكتور مروان الشرجبي مدير التموين الطبي في مركز العزل الصحي بالبريقه كنت معنا من محافظه عدن، شكرا جزيلا لك دكتور. ايضا ما زلنا في عدن مشاهدينا، وحيث وجه النائب العام القاضي علي الاعوج بالتحقيق بشان امتناع بعض المستشفيات والاطباء عن استقبال بعض الحالات المرضيه الحرجه وتقديم اي مساعده طبيه للمرضى واغلاق بعض المستشفيات ابوابها امامهم. وكانت عدد من المستشفيات الخاصه في عدن اغلقت ابوابها امام المرضى في حين غادرت الطواقم الطبيه المستشفيات بعد الاعلان الرسمي عن 5 حالات مصابه بكورونا. وبحسب مصادر طبية فإن المستشفيات أغلقت أبوابها أمام المرضى بسبب نقص وانعدام تجهيزات ووسائل الوقاية الخاصة بمواجهة وباء كورونا.
شهدت العاصمة المؤقتة عدن مساء السبت مظاهرات شعبية مطالبة بتحسين الأوضاع في المدينة التي تسيطر عليها ميليشيا الانتقالي الإماراتي منذ تمردها في أغسطس من العام الماضي. وقال سكان محليون إن محتجين غاضبين قاموا بقطع الطرق الرئيسية في مديريات الشيخ عثمان وكريتر والتواهي ومنعوا حركة المرور في شوارعها وطلبوا برحيل ميليشيا الانتقالي. كما شهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت وقفة احتجاجية للتنديد بتردي مستوى الخدمات الأساسية في المدينة وخاصة خدمة الكهرباء. وقال المحتجون إن هذه الوقفة تأتي في ظل تزايد تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية التي يعيشها أهالي مدينة المكلا دون أن تقدم السلطات أي حلول تنهي معاناتهم. هذا وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها لكافة الأطراف بالإفراج عن كل الصحفيين المختطفين وخاصة في سجون ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وحملتها مسؤولية ما قد يتعرضون له من أذى ومخاطر. جاء هذا في بيان للنقابة أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، جددت فيه رفضها لأحكام الإعدام الجائرة من قبل محكمة تابعة لميليشيا الحوثي صدر ضد 4 صحفيين مختطفين منذ العام 2015 وإسقاط تلك الأحكام المسيسة. كما جددت نقابة الصحفيين مطالبتها بإطلاق سراح مرتبات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، وطلبت الحكومة بتسليم رواتب جميع الصحفيين في كل أنحاء اليمن وأن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في هذا الجانب. للحديث أكثر حول هذا الموضوع سينضم معنا عبر الهاتف الصحفي نبيل الأسدي. أهلا وسهلا بك نبيل، ويوم عالمي للصحافة والصحفيون، ولا يزال اليمنيون الصحفيون اليمنيون في سجون الميليشيا. ما هي آخر المواقف الداعمة إذن لقضية الصحفيين في اليمن؟ أهلا وسهلا بكم. لا تزال الحملة الدولية من أجل إسقاط القرارات الصادرة بحق 4 صحفيين متواصلة. اليوم ستنطلق حملة من المركز الدولي لحقوق الإنسان ومقر هولندا، الحملة العالمية موقعة من العديد من البرلمانيين والسياسيين والصحفيين والناشطين الحقوقيين على مستوى العالم في أوروبا وفي المناطق العربية، إضافة إلى بيان مرسل إلى المنظمات إلى القيادة العالم حول الأحكام الصادرة بحق الصحفيين. قبل يوم أمس أيضا أصدرت الهيومن رايتس بيان أن في هذا الصدد الكثير من المنظمات الدولية تتفاعل مع هذه القضية وتعتبر اليوم العالمي لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة هو يوم مهم لمواجهة الانتهاكات ضد الصحفيين وإسقاط أي أحكام صادرة في حقهم. للأسف نحن في اليمن، العالم يحتفل بحرية الرأي والتعبير و الصحافة وحق الحصول على المعلومة، نحن نحتفل بالألم وبالوجع ونحتفل بالكثير من الانتهاكات، سلسلة طويلة من الانتهاكات يتعرض لها الصحفيين. نعم أستاذ نبيل، ولا زالت هذه السلسلة مستمرة. نعم، في مؤشر الصحافة العالمي للعام 2020 اليمن للأسف ضمن البلدان الأسوأ في حريات الصحافة، فما هو دور نقابة الصحفيين في الدفاع عن الصحفيين المختطفين وأيضا الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام؟ نقابة الصحفيين هي نقابة ذات علاقة أخلاقية وقيمية وتضامنية، ليست أداة تنفيذية لكثير من الأشياء، وبالتالي نحن في مرحلة الرصد والتوثيق والضغط من أجل إطلاق زملائنا الصحفيين وأيضا إيصال صوت الزملاء الصحفيين إلى العالم، إلى الخارج، إلى المنظمات الدولية. نحن على تواصل مستمر بهذه المنظمات من أجل إيصال هذه الرسالة ومن أجل أيضا شرح قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين. لكن نعم، للأسف الشديد نحن نعاني من خذلان المجتمع الدولي إزاء الصحافة والصحفيين، ونعاني أيضا من انتكاسة الحريات الصحفية في الداخل من كل الأطراف. نعم. طيب ما هو الدور المطلوب إذا من الحكومة أو من الأطراف الأخرى التي تتحدث عنها لممارسة ضغط أكثر فعالية من أجل إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين؟ الحكومة الشرعية قد كونها ممثلة لكافة شرائح المجتمع المدني اليمني أن تبذل جهودا أكبر في التحرك لدى الدول، يعني الدول المؤثرة من أجل الضغط على ميليشيات الحوثي من أجل إيقاف الانتهاكات، وعليها أيضا أن تلتزم بكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها والخاصة بحماية الحريات الصحفية. ما زلنا نعاني من انتهاكات
لدى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، ولو أنها ليست في النسبة المتساوية للمناطق التي تقع تحت سيطرة سياسة الحوثي أو تحت قوات سلطة المجلس الانتقالي. ولكن للأسف الشديد على الحكومة الشرعية هي خذلتنا أيضا، لا زال حتى الآن ترفض صرف رواتب الصحفيين المتبقين في المناطق التي سيطر عليها الحوثي بحجة أن هؤلاء ليسوا مع الحكومة الشرعية أو غير ذلك. وهذه أنا أعتقد أنها عقلية الميليشيات أيضا، وبالتالي هي لا تختلف عن ميليشيات الحوثيين في انتهاكها للحريات الصحفية. نعم، إذن الأستاذ نبيل الأسدي الصحفي، شكرا جزيلا لك. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة مشاهدينا الكرام، نلقاكم في نشرات قادمة، إلى اللقاء.